النهارده احنا في فعاليه وطنيه الهدف منها دعم الاقتصاد القومي والمصري. النهارده احنا يوم عيد بالنسبه لنا، لان النهارده على هضبه الهرم موجود كل ابناء وطوائف الشعب المصري، ناس جايه من طنطا، اهلي وحبايبي من مركز الصنطة من طوخ مزيد تحديدا، ناس جايه من دمياط، ناس جايه من المرج وعين شمس، علشان تقول لمصر وتقول للمصريين ان مصر امن وامان، وتقول لكل الاشقاء العرب والاجانب اللي عاوز يشوف الامن الحقيقي والامان الحقيقي والعراقه والثقافه والحضاره والتاريخ يجي هنا، يجي مصر، يجي عند الاهرامات بالذات. فهدفنا النهارده تنشيط السياحه. شرفنا مجموعه كبيره جدا من الكتاب والاعلاميين في حمله مصريون ضد الارهاب. الحمله بتضم يعني اعتقد نخبه محترمه من طوائف المجتمع المصري، الفنانين والادباء اعضائها معروفين. عملنا فعاليات قبل كده، اسامه النجار، انا، الغيطي، الاستاذ محمد الغيطي، الاستاذ عبد الرحمن الصياد، معانا بقى كل مصر، يعني الاستاذ عادل النعمان الكاتب الصحفي المحترم والمفكر والاديب يعني النهارده مشرفنا، اللي هو سفير نور مشرفنا، ناس من طوخ مزيد من الصنطه، الاستاذ جمال حب والاستاذ زاهر شاهين، كل الناس مشرفانا، استاذ احمد شاهين. الحقيقه الهدف منها النهارده نقول للمصريين يجب ان ننتقل من مرحله التظاهر والوقفات الى مرحله البناء والعمل. يجب ان يكون هناك اصطفاف وطني حقيقي لدعم الاقتصاد القومي والمصري. السياحه كانت بتدخل في 2010 14 مليار جنيه، النهارده اقل من كده بكتير. لازم نرجع تاني لهذا المعدل وازيد منه شويه، علشان الاقتصاد هو عصب الحياه، ومصر لن تنهض الا اذا بدات بالنهوض الاقتصادي اولا. النهوض الاقتصادي محتاج اصطفاف وطني مع الرئيس والحكومه والبرلمان والشعب المصري، محتاج ان احنا نعمل مثل هذه الوقفات اللي بتبعت رساله تامين واطمئنان. بنشكر كل الداخليه الحقيقه، الوزير الداخليه المحترم اللواء عبد الفتاح عثمان، ايضا اللواء ممتاز بدوي، اللواء كمال الدالي، كل الناس اللي سهلوا لنا النهارده في منطقه الاهرامات الجيزه، سهلوا لنا الدخول ودعمونا بشكل او باخر. واعتقد يعني النهارده هيبقى يوم يعني يوم فارق في تاريخي انا او في حياتي انا شخصيا، لان بقى خلاص هننتقل كما قال الشيخ الشعراوي، يعني يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد. النهارده هو اليوم الاول يمكن العملي لبناء الامجاد المصريه. يمكن الاستاذ عادل نعمان الكاتب المحترم صديق العزيز برضه يعني يفيض لماذا حضر اليوم وهدفه ايه من انه يدعم هذه الحمله النهارده. استاذ عادل اتفضل. شكرا يا فضيله الشيخ. بص، إذا عرفنا ببساطة شديدة إن في مصر 95 صناعة متوقفة على توقف السياحة، حوالي من 5 مليون مواطن مصري بيعملوا في مجال السياحة، إذا معناها إن إحنا لابد أن نقف جميعا ورا الرئيس ورا مصر لتنشيط السياحة. بندي رسالة للعالم أجمع، بنقول له إن مصر آمنة، مصر الإرهاب فيها الآن ينحسر، يندحر، يموت، ينهزم. وقلنا الكلام ده من حوالي سنة، انه مصير الارهاب في مصر الانتحار والهزيمة لا محالة، لانه لن يستطيع فصيل على الاطلاق ان يهزم امة بجيشها وشعبها وقواتها وقضائها وشرطتها وجيشها. بنقول للعالم رسالة كبيرة جدا انه مصر امنة، مصر ليس فيها ارهاب اكبر من اي دولة من دول العالم. الارهاب في روسيا، الارهاب في امريكا، الارهاب في اليونان، الارهاب في انجلترا ظل 70 سنة ومع ذلك لم تنقطع السياحة عن هذه الدول على الاطلاق. احنا بنقول للعالم كله انه الارهاب في مصر كاي دولة من دول العالم. 95 صناعة لابد ان تنشط، 5 مليون مواطن بيعملوا في السياحة لابد ان ينشطوا، لابد ان مصر كلها تقف يدا واحدة خلف رئيسها، خلف أنشطتها، خلف السياحة، تعود السياحة المصرية مرة أخرى إلى نشاطها. ولا حل ولا بناء للوطن إلا بأيدي وسواعد المصريين، وإن شاء الله مصر ستدحر الإرهاب، ستقتله، ستدفنه هم جميعا إلى مقابر التاريخ وإلى مزبلة التاريخ لا محالة، وسوف تظل مصر قوية راشدة عميقة برجالها ونحن جميعا كأبناء المصريين. وأشكركم إن شاء الله جميعا.